تعالى بقى اخدك على حاجة بالنسبة لي من الحاجات اللي انا مهتم بيها ايام اهتمام، تصنيع السيارة الكهربائية المصرية، تصنيع يعني شوف انا عايز مصانع للعربيات الكهرباء، وعايز مصانع لبطاريات الكهرباء، وبتابع الحاجات دي اول باول في العالم. تعالى نتكلم مع بعض على تفاصيل تصنيع اول عربية كهرباء مصرية للطرح في الأسواق، قول إن شاء الله السنة الجاية. دكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ أنا عرفت باهتمام حضرتك بموضوع السيارات الكهربائية، ده نقاش تاني خالص إن شاء الله. أنا مهتم اهتمام مذهل، مش مهتم بأن أنا يبقى نفسي عندي عربية كهرباء، أنا مهتم بتصنيع العربية دي في مصر، ويمكن هيبقى ده بادرة السؤال بتاعتي، إنه أنا عشان أعمل العربية أظن على حسب اللي أنا بقراه، بس حضرتك المتخصص أكتر من كده ألف مرة، أنا محتاج يبقى عندي مصنع بطاريات. يعني أشكر حضرتك المداخلة الرائعة بإذن الله، ووضح حضرتك كل الجزئيات المتعلقة بموضوع السيارة الكهربائية. أرجوك. أولاً خلينا نسرد قصة السيارات الكهربائية ودور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. أنا غير متخصص بالمناسبة، يعني أنا بدير منظومة، لكن في متخصصين متميزين جداً في هذا المجال، ومصر مليئة بالخبرات الحمد لله. الحمد لله. إحنا من فترة طويلة حوالي 5-6 سنين لاحظنا إن في اهتمام بالشباب في الجامعات المصرية يطلعوا السباقات للسيارات الكهربائية وغيرها خارج مصر. معاك يا دكتور، ما تقولوليش الخط قطع، رجعوا الخط تاني بأي شكل من الأشكال، ولو العربية اللي قدامي دي هي دي العربية اللي بإذن الله سبحانه وتعالى هتنزل السنة الجاية، دي حاجة سكر. يعني لو هننزل العربية دي تنزل السوق المصري السنة الجاية، دي هتبقى جميلة جميلة. فليه أنا بقول لك يا جماعة، بص، العالم مهتم بفكرة الاقتصاد الأخضر، الصناعة الخضراء، العالم مهتم بده، العالم كله دلوقتي كبار مصنعي السيارات في العالم، أكبر كبار بيجروا ورا صناعة سيارات الكهرباء وتطويرها، وتطوير الخلايا الكهربية، وتطوير البطاريات الكهربية والخلية، مختلفة شوية عن قصة البطارية هبقى أشرح لك بعدين إيه هي إلى آخره، حتى إنه تجد إنه التطوير أصبح سريع أكتر مما نتصور. يعني إحنا كنا مثلا بنتكلم على البطاريات الكهرباء العادية، وبعد كده بطاريات الكهرباء الليثيوم اللي هي الليثيوم آيل، وبعد كده بقت الليثيوم فوسفيت، وبعد كده بقى في عندي حاجة دلوقتي بتتعمل في اليابان، ما أقدرش أقول اسم الشركة لأنه إعلان، ودي المفروض جدلا طبقا لما هو منشور البطاريات اللي في شحنة تقطع 1200 كيلو. بس عايز ارجع على اللي بيحصل عندي هنا في مصر. دكتور عمرو فاروق، اهلا بحضرتك مرة تانية يا دكتور. خط فاصل مني. انا المهم بدأنا هذه الجزئية مع كلية هندسة عين شمس، اللي هي تشجيع الطلاب على تصميم سيارات كهربائية بقدرات فنية متميزه من جامعه عين شمس، الظهير الفني لهذا الموضوع، الشريك الفني بمعنى صح لهذا الموضوع، والاكاديميه تولت تمويل الموضوع ده. فاصبح في العام الاول والاعوام اللي بعدها، بدل ما كان عند حضرتك 4 جامعات بتتكلف موضوع السيارات، عند حضرتك اصبح 25 الى 30 جامعه مصريه عندها فرق بتتدرب على تصميم وتصنيع سياره كهربائيه. وبالعكس بيبقى في رالي في نهايه اليوم، طبعا انا بتشرف بدعوه حضرتك لهذا الحدث بإذن الله تعالى القادم، إن شاء الله يكون يعني في موعد سيحدد لاحقا، لمشاهدة رالي محترف بمعنى الكلمة، بيحضروا محكمين من دول من يعني من جهات معتمدة لمراقبة السباق وإعلان الفائز، تبقى احتفالية جميلة جدا بصراحة. أنا جاي بس والنبي كمان خلوني أسوق. لا انا سويق قديم يعني. ده شيء شرف طبعا. لا يا فندم، ده لا شرف. الاكاديميه بالتوازي بدات تعمل دراسه عن مستقبل صناعه السيارات الكهربائيه في مصر. حلو. والدراسه طبعا كان فيها خبراء في هذا المجال، طبعا دراسه بتشمل الجانب التشريعي، الجانب الفني وما الى ذلك. جميل. بدانا نطرح مشروعات بحثيه للساده الباحثين، سواء في جامعات او مراكز بحثيه او حتى شركات المهتمين انهم يطوروا سياره كهربائيه، عملنا مجهود ضخم في الجزئيه دي. لكن وبأمانة شديدة تظل هناك فجوة مطلوب نغطيها في أسرع وقت ممكن، عشان نلاحق سرعة الدولة المصرية في استيعاب تكنولوجيا السيارات الكهربائية وأنها تطرح في الأسواق بشكل فوري. كويس. وطبعا أكيد حضرتك بتتابع على مدار السنوات السابقة أن في شركات دخلت وخرجت وبتعلن عن وجود سيارات كهربائية مصرية وعلى ذلك، لكن الأكاديمية هي بحث علمي، لكن بحث علمي طبعا. فطرحنا أول مبادرة في مصر
في اطار منظومه نقل التكنولوجيا، وده مصطلح يعني اتمنى نقف عنده تماما الجزئيه دي. ماشي. نقل التكنولوجيا هو يعني شيء متعارف عليه دوليا، ده مش شيء يعني يقلل من شان البحث العلمي اطلاقا. لحضرتك نعترف ان في تكنولوجيا متقدمه في الاخر في مجال صناعه ما، الصانع المصري يجب يكون عارف، وده شيء مهم جدا، ما هو الذي يطلبه من الصناعه الخارجيه كتكنولوجيا عشان ينقلها رقم واحد. صح. ثانيا يكون عنده الطرف الخارجي المستعد ينقل هذه التكنولوجيا ويملكها، لان دي ملكيه فكريه بينقلها طبعا، يعني بيع وشراء طبعا. اثنين، دور البحث العلمي استيعاب وتطوير هذه التكنولوجيا، انا مش هتوقف عندها. فبالتالي حركه الثلاث عناصر دي مهمه جدا. مظبوط. في موضوع السيارات الكهربائيه طرحنا هذا الاعلان لكل الجهات البحثيه والصناعيه في مصر، من يستطيع ان ينقل الجزء الحرج من صناعه السيارات الكهربائيه تكنولوجيا الى مصر؟ تقدمت مجموعه من الجهات البحثيه، فاز فريقين. اللي كان التوقيع امبارح مع رئيس الاكاديميه الاستاذ محمود صقر بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. اذا احنا حضرتك بنتكلم على مفهوم جديد هنا، بنتكلم على نقل تكنولوجيا من الجانب الصيني، هنا بنتكلم على الصين تحديدا هي اللي وافقت على الجزء ده. هايل. ستبير حق الملكيه الفكريه لبعض مكونات السيارات الكهربائيه الاساسيه الى الجانب المصري. ماشي. مقابل توطينها وتصنيعها واعطاء كل الرسومات وتفاصيل الهندسيه في هذا الشأن، ويكون عندنا فريق من المهندسين المصريين القابل على استيعاب هذه التكنولوجيا وتطويرها. هنا بتنتهي المرحله الاولى اللي هي 9 شهور. يبقى عندنا بعد 9 شهور سيارات كهربائيه مصريه بعلامه تجاريه مصريه. المرحله الثانيه يكون ممكن تمشي بالتوازي اللي هي الصناعه بقى، الحركة بقى عندنا مئات من السيارات الكهربائيه بتمشي يعني شهريا او بتنتج شهريا في مصر ان شاء الله تعالى. وده حركة يعني بيغطي فجوه تكنولوجيه موجوده، الصناعه السيارات الكهربائيه موجوده من فتره طويله جدا في العالم. حركة طرحت تحدي تكنولوجي من اهم التحديات الا هو صناعه البطاريه الكهربائيه طبعًا. او البطاريه بشكل عام، ده تحدي تكنولوجي اخر طبعا. فلما نوصل للمرحله دي اعتقد ده هيقلل الفتره الزمنيه كتير جدا لمصر، هيقلل التكلفه، لان حركة هي في فرق بين حاجتين. احنا هنا مش بنتكلم عن مصنع صيني يفتح في مصر. ايوه طبعا، نتمنى كل الصناعات العالميه تفتح في مصر، ده شيء نرحب بيه تماما، لكن بنتكلم على صناعه مصريه بتكنولوجيا مصريه تفتح في مصر. ده دي خطوه ابعد واهم واعمق واقوى من ان انا بفتح استثمار اجنبي في مصر. طبعا. انا نقلت التكنولوجيا من مكان لمكان عن طريق شريك تكنولوجي لو صح التعبير. بالظبط كده، بالظبط كده. وحضرتك هنا عندنا هذا الجانب التكنولوجي موجود، بالعكس احنا ممكن نتفاوض مع مستثمرين اخرين ان التكنولوجيا دي اصبحت مصريه. فبالتالي يعني هيبقى عند حضرتك القدره التفاوضيه العاليه جدا. على مستوى الاسعار، الاسعار طبعا هتكون تنافسيه، لان حضرتك لا يوجد شريك اجنبي هنا هياخد جزء من الارباح يخرجه خارج مصر، هي كلها داخل مصر. حلو. حضرتك الجزئيه دي يعني واضحه تماما ان كل هذه الصناعه داخل مصر. لن يوجد شريك صناعي خارجي هيطلب محرك تصنع باسمه، رقم واحد. لن يوجد شريك صناعي خارجي يطلب محرك تحويل نسبه من الارباح بالعمله الصعبه خارج مصر، طبعا غيرها من الادوار يعني. طبعا اذا هنا عندنا كتله حرجه من المهندسين المصريين اصبحوا موجودين بالفعل مدربين على اعلى مستوى على مدار السنين اللي فاتت في مجال السيارات الكهربائيه. بالعكس يعني انا اقول لحضرتك يعني رقم رائع جدا، لو تم تدريب 2200 مهندس مصري في خلال السنوات الخمس الاخيره ما يزيد عن 1500 منهم تم تعيينهم في شركات طيارات بالفعل في مصر، اللي هي لحركة الشركات السيارات كانت بتحضر الرالي في النهايات تختار المهندسين اللي يشتغلوا عندها. فحركة ده كان مكسب رائع جدا. طب نتخيل حركة ان الصناعه دي اصبحت مصريه واصبح فيه صناعه مصريه قائمه بالفعل في مجال السيارات الكهربائيه واصبحت تستوعب هذا الكم واضعافه من المهندسين المصريين. حركة هي يعني مبادرة طموحة. وطبعا المهم جدا ان انا اذكر لحضرتك كيفية الوصول لهذا المنتج المصري ان شاء الله تعالى. طب حضرتك كان في سبتمبر معرض اقامته الاكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الملكية الفكرية، معرض على هامش زيارة رئيس المنظمة الدولية للملكية الفكرية وشخصية معروفة عالميا يعني. وشرفنا بحضور دولة رئيس الوزراء افتتاح هذا المعرض. أول شيء شد انتباه رئيس الوزراء وجود سيارة مصرية يعني موجودة في المعرض. لما سأل عن تفاصيلها واجتمع بالسادة الباحثين وتناقش في الجزئية ديت
يعني تم توجيهات ان يجب ان الاكاديميه مع وزاره التعليم العالي مع الصناعه المصريه مع البحث العلمي المصري يجب ان تطرح هذه السياره في خلال فتره زمنيه معينه بمواصفات معينه. فبالتالي حضرتك ان في اهتمام من الدوله، في رؤيه، في توجيهات، وفي الاهم من الجزئيه دي بالتوازي في زخم علمي موجود. حضرتك كنا لا نستطيع ان نصل لهذه المرحله لولا وجود مهندسين مصريين قادرين على استيعاب التكنولوجيا. طب انا ممكن نشتري تكنولوجيات في مجالات مختلفه. انا هنا عندي سؤالين يا دكتور. القادر على استيعاب هذه التكنولوجيا او حلو. حتى الصناعيه. انا عندي سؤالين يا دكتور اذا سمحت لي. اولا انا طبعا متفهم ومقدر جدا مساله نقل التكنولوجيا، ده قد ايه خطوه مهمه، وعلشان الناس برضو تبقى فاهمه، هو الصين بدات كده. يعني الصين في 78 79 بداوا بعمليات الهندسه العكسيه، وبعدها سنه 2007 2008 بداوا يشتغلوا على عمليات نقل التكنولوجيا، وحتى استحوذوا على بعض الشركات الاوروبيه العامله في صناعه السيارات، حتىك ادرى من غير ما اقول ماركه، وهكذا. طيب دلوقتي بقى انا السؤال الاول بتاعي، يعني انا عشان ابقى باكد، انا استقريت على الشريك التكنولوجي بتاعي في الصين، صح؟ نعم. كده بالظبط، ومضيت معاه. تمام، حلو. فاضل لي بقى هنا بقى الشريك الصناعي اي المستثمر. تم اختياره، تم اختيار كل الجهات اللي تم التعاقد عليها امبارح. وده الشيء الجميل ان الجهات اللي تعاقدنا او اللي تعاقدت مع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا هي شركات لها ظهير من البحث العلمي، بتتعاون مع جهات علميه. نهايه حضرتك الشركات دي عندها خطه بالفعل، وده الشيء الجميل، عندها خطه بالفعل، خطه استثماريه، خطه مبيعات، وبطبيعه الحال ليهم موجودة. وبطبيعه الحال ليهم سابق خبره في الاوتوموتيف او صناعه السيارات وتجميعها. بالظبط، وبيتعاونوا مع شركاء صينيين ويعني معترف بهم تماما، والشريك الصناعي واثق. العكس، كل هذه الاجراءات زي ما ذكرت حضرتك في البدايه هي نقل ملكيه من الى بشكل رسمي تماما. حلو قوي. التكلفه هنا وان كانت تبدو عاليه لكن هي تستحق، ودي ده دور البحث العلمي. طبعا ان حضرتك هنا، وطبعا حضرتك ذكرت سؤال يعني ملاحظه هامه، طيب احنا اشترينا التكنولوجيا من الخارج، الموضوع انتهى؟ حضرتك احنا هنشتري التكنولوجيا للسياره يعني سرعتها محدوده الى حد ما، بتتكلم على 60 كيلو متر في الساعه في البدايه. اوكي. طب هل هذا نهايه المطاف؟ اطلاقا. هنا بقى يجي دور الباحث المصري والعلماء المصريين والشركات المصريه الصناعيه المهتمه بتطوير هذه التكنولوجيا. ازاي نحاول خلاص اصبح عندنا العوامل الاساسيه لصناعه سياره كهربائيه، كيفيه تطويرها لتصبح سياره عالية السرعة. أنا كده هطلع خط الإنتاج أو بالأدق يعني الدفعات الأولى من إنتاجي لحين التطوير هتبقى عربيات صغيرة، استخدام مسافات قصيرة داخل المدن الصغيرة وما إلى ذلك. بالتوازي خطة علمية واضحة لتطوير هذه السيارات بأيدي مصرية، خلاص أصبح عندنا الخبرة المطلوبة بالفعل، تطوير هذه السيارات لتصبح في المرحلة التالية ليها سيارات عالية السرعة أو بسرعات تمشي على الطرق السريعه. وانا بعتقد دي هتبقى خطوه مش هتاخد مننا وقت، لان تطوير قدرات المحرك الكهربي قدرتنا على تطويره عاليه جدا. يعني انا عارف ان عندي خبرات ومهندسين وعلماء سهل عليهم جدا ان هم يطوروا ده. انا بس هيفضل لي يا دكتور عمرو ان حضراتكم بقى ايه هتزقوا اكتر في مساله ان احنا نقدر ايضا ننقل تكنولوجي بتاعه صناعه بطاريات كهربائيه وخلايا كهربائيه في مصر، وده برضو ليه استثمارات ضخمه بتوصل تقريبا لحوالي 2 مليار دولار حجم الاستثمارات بتاعتها يعني. بس قدها وقدود. انا عايز اشكرك جدا يا دكتور. عفو. الف الف شكر، وانا منتظر تقول لي هاجي الرالي امتى. انا جاي باذن الله. الله اشكرك يا دكتور عمرو، كل الشكر ليك يا دكتور عمرو. دكتور عمرو فاروق مساعد رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا.